السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي القناه ديالكم ناصر عيسى فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. غادي نوريكم واحد المنتوج اللي حطيته في الاي بي وبداو تيتزايدوا عليه الناس بزاف. شنو هي تيتزايدوا عليه الناس بزاف؟ المهم حطيت اخر منتوج فقط في الكونت ديالي اللي هو فقط كونت تجريبي. فوق تنوريكم هذا الكونت هذا ديالي. الناس اللي بغاو يكوبيو كوبيو، الناس اللي بغاو يسرقوا لي دوك المنتوجات اللي حطهم يسرقوهم ما كيهمنيش، حيت فقط غير كنديروا غير تجربه وكنبيع منتوجات. ما عرفتش الاخوان علاش، شنو هو المشكل ديالكم نتوما؟ ما عرفتش شنو هو. المهم حطيت منتوج اللي انا ما عنديش هذا المنتوج كاع. حطيت واحد التليفون اللي هو الاسم ديالو كلشي مريقل، حطيت العنوان ديالو، حطيت التصاور ديالو. انا التليفون ما عنديش في الدار كاع. شنو درت؟ غادي حطيت هاد التليفون الى تبع ليا، هدرت مع الموقع ديال سميت هذاك ماشي علي اكسبريس، بانغود. هدرت مع الموقع ديال بانغود باش غير يتبع ليا هاد التليفون هذا. غنمشي نشريه من بانغود وغنصيفطو للشاري ديالي. كما تشوفوا الاخوان هنايا بدات المزايده. انا حطيت التليفون هذا بدات المزايده. دابا عندي 12 بيت هي 12 واحد تيتزايد على هاد التليفون. كل واحد كيزيد دولار، كل واحد تيزيد دولار حتى وصلت دابا 66 دولار زائد 24 دولار ديال الشيبين. لذلك قربت نخرج فلوسي ديال المنتوج، قربت نخرج الفلوس ديال الثمن ديال المنتوج ويلا حطيت هذا المنتوج هذا. المهم هذا الفيديو هذا ما يكونش طويل بزاف، بغيت غير نحفزكم. انا هذه الفيديوهات اللي كندير كنعطيكم معلومات وكنحفزكم. انا ما كنربح لا من مشاهدات، ما كنربح حتى شي من رابط كنعطيكم، فقط كنحفزكم. بغيتي تخدم هي هذيك، ما بغيتيش تخدم شغلك هذاك. اما باش وما الاخوان اللي تيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ما يتاثروش، ما يقراوش لي كومونتير ويلقاو واحد اللي ما نجحش في حياته، ما بغاش يدير حتى محاوله، ما بغاش يدير حتى شي محاوله في حياته ويكتب لكم كومونتير ويفشلكم. انا هو كونت تجريبي، ما عندي لا تليفون حتى شي حاجه. حطيت التصويره، حطيت المنتوج، حطيت كل شيء. يتبع لي هذا المنتوج هذا، غادي نقول هذاك الشاري اللي في بانغود يصيفطو. كما تشوفوا الاخوان ها هو هذا المنتوج هذا حطيته باش ما تقولوش هذا فوتوشوب عاوتاني، تقولوا فوتوشوب ولا. كما تشوفوا الاخوان انا نجي الاي باي، غنجي لهنايا، غنجي للسيلين. كما تشوف هذا فقط كونت تجريبي، درت فيه جوج مبيعات. كما تشوفوها واحد التليفون حطيت التصاور ديالو، حطيت كلشي كما يبانوا لكم هنايا. شوفوا شحال من بيضه الاخوان، شوفوا شحال من بيض هنايا. 12 واحد تزايد على هذا الهاتف هذا، 12 واحد كيتزايد على هذا الهاتف باغين يشريوه. شوف وصلوا دابا ل 66 دولار زائد 24 دولار، قول 25 دولار ديال الشيبين. على سبيل المثال 66 زائد 25 دولار، ما عرفتش شحال غادي دير، شحال غادي يخرج حيت انا ما كنديرش المونتاج. دابا قربت، مازال ما رديتش فلوسي ولكن قربت نوصل لواحد ديال الفلوس ديال الهاتف. دابا بقات لي 4 ايام باش تسالي هاد المزايده هادي، ونتمنى يزيدوا يتزايدوا حيت راه كل دقيقه واحد كيزيد دولار، جوج دولار، ثلاثه دولار، كلشي بغى هاد الهاتف هذا. لذلك الاخوان الناس اللي مهتمين بهذا الدرس هذا ديال المزايده، راني ديجا شرحته، غادي تلقاو الرابط لتحت الخانه ديال الوصف، غادي تدخلوا ليه، غادي تشوفوا شنو هي المزايده اللي هي سميتها الاوكشن كول، اللي تحققوا بها الناس مبيعات كثيره جدا، اي واحد يقدر يبيع بها اي شيء. في هذا الموضوع هذا بغيت نحذر الاخوان اللي تيبيعوا منتوجات وما عندهمش فلوس باش يمشيو يشريو منتوج لهم. لذلك الاخوان الا ما عندكمش الفلوس في الباي بال باش تمشيو تشريو المنتوج، ما تخدموش في الاي باي، غادي تلقاو غير مشاكل. على سبيل المثال العديد اللي تنتوصل بالرسائل ديالهم تيقولوا لي ناصر الفلوس اللي توصلنا بها في الباي بال ما قدرناش نستعملوها باش نمشيو نشريو باش نشريو المنتوج ونصيفطوه للزبون ديالنا. لذلك هذا مشكل كبير جدا، راه ماشي شوبيفاي. هذا شوبيفاي يس، شوبيفاي الا بعتي المنتوج كتوصل بديك الفلوس النيت. على سبيل المثال المنتوج تيدير 5 دولار وبعتيه ب 20 دولار، كتوصل ب 20 دولار في الباي بال ديالك رايت اواي في ذاك اللحظه، ومشي انت سير انت وشري المنتوج ب 5 دولار وصيفطه. الاي باي نو، الاي باي 18 دايز ولا 18 يوم والفلوس هي في الهولد، ما يمكنش تقيسها، ما يمكنش تجبدها. حتى تيتسالي 18 يوم عاد تيطلق لك الباي بال الفلوس ديالك. لذلك ضروري تكون عندك واحد الكميه ديال الفلوس في الباي بال ديالك في الكونت ديالك باش تشري المنتوج. على سبيل المثال الا ما قديتيش، الا كنتي ما عندكش فلوس بزاف، بيع غير شي حاجه ديال دولار. هذا المنتوج هذا راه كيحقق 8000 دولار.
شوفوا شحال تيتباع هذا المنتوج هذا. هذا المنتوج هذا اللي تتشوفوه قدامكم هذا الا كان عندك غير هذا المنتوج هذا الا مشيتي تشريه من الشينوا كيدير 0.5 0.50 سنت اللي هي بحال قلتي 0.50 سنت وكيتباع في الاي بي ب $0.50 دولار ديال الربح كما تتبان لكم. شنو هو هذا المنتوج هذا غادي نحاولوا كما تشوفوا الاخوان يمكن لك تربط الهاتف ديالك ودير اليو اس بي هنايا على سبيل المثال دير اليو اس بي هنا ولا دير لا سوري على سبيل المثال دير لا سوري شنو هو هكا على سبيل المثال غنوريكم ها هو لا سوري بحال هكايا لا سوري سون فيل ولا وايرليس بحال هكايا بلاتي هكذا كما تشوف وتخدم على سبيل المثال خدم هذا دير هذا في الهاتف ديالك على هكايا وتبقى تحكم بلا سوري ولا تحكم بالفأرة اللي تنقولوا حنايا. هذا المنتوج هذا تيدير فقط 0.50 وكيتباع في الاي بي ب 1.50 هادو الاخوان تيحققوا منه 8000 حتى 8000 حتى 10000 دولار. دخلوا للاي بي وقلبوا على هذا الكيبل هذا وتشوفوا الناس شحال باعوا فيه. هادشي اللي الاخوان الا ما قديتوش تشريو شي حاجه غاليه فقط راه غير 5 دولار ولا 6 دولار ولا 10 دولار في الباي بال ديالك راه كافيه باش تبدا بها في الاي بي. اما باش ما تبدا من الزيرو وما عندك حتى شي حاجه راه صعيب الحال. بيس لكم الاخوان فقط ناصر غير كيشجعكم وكيعطيكم معلومات اللي كيدير ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. الاوراق ديالي كامله كتظهر لكم امامكم. تنتمنى لكم غير الخير تنتمنى غير شي كلمه زوينه ناصر الله يرضي عليك ولا ناصر الله يسهل عليك ولا شي كلمه غير زوينه للوالدين ديالنا. هادشي اللي كاين الاخوان بيس ليكم شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. نلقاو في الفيديو ديال غدا ان شاء الله بحول الله. نديرو غادي نرجعوا لسلسله اخرى حيت صافي عييت من الاي بي عييت ما نشرح في الاي بي. كاين الاخوان اللي نسبه قليله اللي استفدت منها والنسبه الاخرى تيسحبوهم واش هادشي غير تفليه ولا هادشي غير لعب. لذلك الاخوان غادي ننتقل للسلسله ديال التطبيقات الاندرويد ان شاء الله بحول الله طلبوا عليا ليها الناس بزاف. غادي نحاول نرجع للسلسله ديال التطبيقات الاندرويد نخدموا شويه ديال الاندرويد نخدموا شويه لابليكاسيون نحركوا شويه الادموب نحركوا شويه الادسنس ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. بقاو في الفيديو ديال غدا ان شاء الله. بسلام عليكم.